رعت عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة الدكتورة عناية عز الدين الاحتفال الذي نظمته مدرسة المميزون في دار الزهران لتكريم طلابها الناجحين في الامتحانات الرسمية. يا مدرسي وكانت حلم صارت حقيقة ولون، حملت على كتافها علم واسمها بكل الكون، حطاب بالهم حمل وميساء في عنده أمل، حي على خير العمل منقول نحن هون. من يتهيأ صعود الجبال يعش أبد التهري بين الحفر، ونحن في مدرسة المميزون لم نتهيأ صعود الجبال. ففي مثل هذا اليوم ومنذ عام تقريبا أشعلنا وإياكم أطلقنا وإياكم شعلة التميز، شعلة اتقلت نارها منذ ذلك الحين، أضاءت لنا الدربة ونحن تحت ضوئها، وإن خفت أحيانا بذرنا البذور ونثرنا الحب وزرعنا وغرسنا وروينا شطولا، واليوم نجني محصولا، نجني تميزا. من جباه أبائنا وأجدادنا الكادحة تحت ضوء الشمس، وقد تغير لونها من ذلك الوهج وبدل الزمن ملامحها. من جباه ارتفعت بفخر وهي تكافح، وهي تعاند ظروف الحياة لتستمر وتحيا. من تلك الجباه تعلمنا كيف نعلم أبناءنا، وعنينا بأبنائنا كل أجيال المميزون. كل طالب وطالبة احتوتهم واحتضنتهم رايتنا، راية المميزون. علمناهم كيف يكون الكفاح، وكيف يكون النضال، وكيف يكون خوض التحديات وتخطي الصعاب وانتشال النجاح من بين الحفر. أود أن أعبر عن سعادتي بوجودي بينكم في هذا الصرح الذي العلمي الذي اختار له مؤسسوه اسما خاصا المميزون. ولعلها طبعا سعيدة اللي موجودة بين دير الزهراني وعرب صليم، ولنا في البلدتين طبعا أهل وأصدقاء وأحبة. واسم هذا الصرح العلمي هو إشارة إلى السعي الذي التزمتموه في تقديم الأفضل والأحسن. اختتم الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية على الطلاب المكرمين. Thank you.